إلى أي مدى سينعكس برأيك استثمار الغاز الطبيعي بنوعيه على واقع الكهرباء في العراق من ناحية تحديد القطع المبرمج وأيضا تقليل نسب التلوث في المحافظات الجنوبية بالتحديد؟ نعم، أنا أعتقد أو حسب ما أذكر أنه ثلث الإنتاج المحلي من الطاقة الكهربائية معتمد على الغاز، يعني الغاز والغاز المستورد تحديدا، لكن تذبذب استيراد الغاز هذه واحدة من القضايا اللي تتسبب نوع من أنواع الإشكاليات في عملية إنتاج الطاقة، خصوصا في موسم الصيف دائما تقريبا ما نشهد نوع من أنواع التذبذب، وهذا إلى أسباب الخاصة من بلاد المستورد، يعني من إيران تحديدا، وحتى أيضا في بعض فترات موسم الشتاء أيضا نشهد نوع من أنواع التذبذب في عملية توريد الغاز إلى العراق. هذا التذبذب يشكل نوع من أنواع الضغط على منظومات الإنتاج المحلية، وبالتالي يخفض أو يقلل من عملية الإنتاج ويسبب نوع من أنواع الإرباك في عملية الإنتاج المحلية. فحسب ما أذكر أنه ثلث الإنتاج من الطاقة الكهربائية معتمد من محطات على إنتاج الطاقة عن الإنتاج بالوقود الغازي، فبالتالي الاكتفاء العراق قد يساهم بعملية استقرار نوعي للطاقة، وأيضا العراق يتجه يعني وزارة الكهرباء إلى استمرار عملية يعني توسعة في عملية الإنتاج، وبالتالي هذه التوسعة قد يكون جزء كبير من عندها معتمد على الغاز أيضا، فمن الضروري إيجاد يعني بدائل للغاز ومنها الغاز المنتج محليا لوضع نوع من أنواع استراتيجية في عملية ضمان استمرار عملية إنتاج الطاقة الكهربائية يعني بجهود وطنية، وأيضا بوقود وطني يحفظ الاقتصاد، وأيضا يعني يحفظ الاقتصاد من ناحية تسرب الأموال وهدر الأموال الخاصة بعملية الاستهلاك الدائم للوقود، وأيضا عملية استقرار لقضية الإنتاج الطاقة الكهربائية.